مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم في كلام صريح، حلقة الأسبوع عن قانون الجمعيات، ما له وما عليه، ويشكل أكثر من 80% من مؤسسات المجتمع المدني، أساسها التطوع وكرديف للحكومة في إيصال خدماتها لتحقيق تنمية شاملة، وعن قانون الجمعيات، ما له وما عليه، مع تعدد الاتجاهات ما بين التضييق والتنظيم والتقييد. لنحكي أكثر في الموضوع وندخل مباشرة بقانون الجمعيات، نرحب بمدير مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية الأستاذ أحمد عوض، أهلا وسهلا فيك، شرفتنا. ونرحب بالدكتور حسين شقيرات، مدير دار الإقحوان للدراسات، أهلا وسهلا فيك، شرفتنا اليوم. طيب خلينا نشوف هلأ مع مشاهدينا تقرير خاص وحصري لبرنامج كلام صريح عن وضع الجمعيات وملاحظاتهم، ونبدأ حوارنا. ينطلق عمل الجمعيات من مبدأ إنساني، وهو العمل التطوعي الغير ربحي، لكن عدة تحديات تواجه الجمعيات على وضعية القانون الحالي. قانون جائر، وهذا القانون شكل عبء على الجمعيات الخيرية والعمل التطوعي. التمويل الأجنبي هو الموضوع اللي بيرهق الدولة ويرهق الجمعيات. كاتحاد أنا عندي 350 جمعية مسجلة في اتحاد الجمعيات الخيرية. هاي الجمعيات لا تستطيع أن تقوم في عملها. والله وزارة التخطيط مشكورة بتقدم دعم للجمعيات الخيرية حسب مشاريعهم، ولكن نأمل منهم أنهم بيزوروا مشاريعهم اللي عملوها في المحافظات ويتابعوها. أنا بعرف أنه المشاريع لا تتابع حتى الأبنية. أنا جمعيتي أخذت 15,000 من الاتحاد، من وزارة التخطيط، ما تابعوني. وزارة التنمية بالذات المفروض أنهم يطلعوا على أرض الواقع، يتابعوا حالات الناس، مش من وراء المكاتب يأخذوا قراراتهم، يأخذوا أو أن التشريعيين يحطون قوانين هم بعيدين كل البعد عن الواقع. بالتخطيط والله يعني هم كون المشاريع اللي كانوا يقدمونها كثير مجدية وساهمت. من توجهنا للمنظمات لقينا كل الدعم، وجدنا يعني نقلة نوعية للشباب، للشابات، للسيدات، للطفل، للمرأة بشكل عام. يا ريت إنه كوزارة التنمية أو مؤسسات تعاونية يفتحون المجال أكثر للمنظمات. بالنسبة للمنظمات الأجنبية لما بتدعم وتشتغل بالشكل الصحيح، بس إن الوزارات اللي إحنا تحت مظلتها هي اللي بتقلص الأمور. فبتفاجأ إنه نفس الدنمارك هناك بعطوا قروض للسيدات البادية، هي موجهة للمناطق البادية والنائية. بتفاجأ إنه بالعاصمة وبالمحافظة في جمعيات من خلال الجمعيات معها شنطة فقط، ما في مقر، يعني عبارة عن شنطة وأوراق ووصولات بلفوا. فهذا الموضوع شوي بيأثر على الجمعيات اللي هي عندها القدرة إلى أنها تشتغل، عندها إمكانية، عندها مقر، عندها أمور مالية صحيحة. بسحاب على سبيل المثال عندنا 33 جمعية، مع احترام الجمعيات كلها اللي بسحاب، لكن لو جينا احنا فرزنا العمل من خلال هذول الجمعيات نجد انه يا 6 أو 7 جمعيات او 10. التنمية بجوز متابعة اخبارنا ومتابعة، لانه بيجينا يعني من الوزارة مفتشين بزوروا الموقع وبأخذوا تقارير وبعملوا تقارير عفوا ومتابعين. بس وزارة التخطيط والله احنا بصراحة مش قادرين نصل لها. بلغ عدد الجمعيات المسجلة 5700 جمعية، بمعدل 50 جمعية تسجل شهريا، بينما بلغ المعدل السنوي لحل الجمعيات 265 جمعية. شفنا التقرير مع مشاهدينا أستاذ أحمد، وأبدأ معك، رأيك بالتقرير؟ ونحن عم نحكي عن كم هائل من الجمعيات وعم بتزيد بشكل متسارع شهريا، معدل 50 جمعية. هل نحن بحاجة إلى جمعية متعددة الأغراض لتخدم المجتمع المحلي، من قضايا إنسانية، من مرأة وطفل وفقر وبطالة، وتطوير قوانين وتوعية وتثقيف؟ تفضل. شكرا لمتابعة هذا الموضوع. حقيقة موضوع الجمعيات كجزء أساسي من منظمات المجتمع المدني كما جاء في التقرير وكما جاء في الدراسات التي أجريت سابقا، وكما جاء يعني والمشاهدات اللي بنشهدها دائما في هذا المجال. قانون الجمعيات يقيد كثير من الجمعيات العاملة في البلد، وكما سمعنا من العديد من القائمين على عمل الجمعيات لما يحكي لك أن القانون جائر. أنا من وجهة نظري نعم، القانون جائر ويقيد عمل الجمعيات ولا يعطيها مزيد من الحرية ولا يعطيها مزيد من الاستقلالية،
كما سمعت أيضا تحدث عنه الوزارات المعنية هي التي تقيد الدعم الذي يأتي من المنظمات الدولية. وأنا تقديري مشكلة الجمعيات في الأردن بتصب في جانبين، جانب له علاقة بالبيئة التشريعية والأنظمة والسياسات التي تنظم عمل الجمعيات، والجانب الآخر له علاقة في فاعلية الجمعيات في عملها. وجاء مثال سحاب كما تحدث الأستاذ المدير المالي لأحد الجمعيات لما قال لك أنه في سحاب في 33 جمعية الفعال منها 6. نعم هناك في مشكلة بالجمعيات، ولكن هذه ليست ظاهرة فقط في الجمعيات. لو أخذنا أي قطاع من القطاعات العاملة في الأردن بنلاحظ أنه في نسبة الفاعلية في أداء هذه المؤسسات متواضعة. نعم. والجمعيات جزء من هذه القطاعات، لذلك أنا تقديري إذا أخذنا البيئة التشريعية وأخذنا الأداء هنا في تواضع، والقانون لا يشجع ولا يوجد بيئة داعمة لتشجيع عمل الجمعيات للتوسع. وإذا التقرير بيشير أنه في عدد كبير من الجمعيات 5700 جمعية، أنا تقديري إحنا في الأردن بحاجة لمزيد من الجمعيات، لأن الجمعيات وجودها مهم وضروري. نعم. ولكن بحاجة لمزيد من الجمعيات الفعالة وفعاليتها تأتي من قانون يعطيها مزيد من الاستقلالية عشان يكون لها قيمة مضافة وتطوير قدراتها ومتابعتها. تمام. من قبل الجهات ذات العلاقة. هلا رح نشوف قديش نحن بحاجة إلى تطوير أو تعديل قانون الجمعيات. دكتور حسين، رأيك بالتقرير ورأيك فيما تفضل فيه الأستاذ أحمد، وهو فعليا قانون جائر ولا يخدم الجمعيات من ناحية السياسات الحاكمة له، مقيد وأيضا أنه بالنهاية في عنا فجوات في أداء الجمعيات. شكرا لكم لإثارة هذا الموضوع، حقيقة بهم وبمس كل المجتمع المدني بشكل عام والمواطنين عامة في أردن الخير. يعني ننادي الإنسان أغلى ما يملك، وحقيقة بالإنسان بالذات هي الثمرة وهي التجارة في الأردن، لأنه لا نملك موارد أخرى. هذا الإنسان الذي يحتاج إلى الدعم أو إلى المساعدة أو إلى مؤسسات المجتمع المدني هي الرديف للحكومة. أصل البناء هذا القائم لمؤسسات المجتمع المدني بشكل سواء خيرية ثقافية اقتصادية تنموية، أصل القيام على مبدأ واحد، مبدأ التطوع، إما فرديا أو تطوع جماعي. انضوينا في مجموعة تحت مسمى معين بنقدم خدمات تنبع من ذاتنا بالأصل وليس بما يفرض علينا. هذا الأساس في القانون خلنا نقول عامة. لكن أنا الآن بدي أقدم العمل، هل يعني في حرية مطلقة في الكون بشكل عام؟ الحريات مقيدة. ضمن الحريات اللي تأتي في أطر وقوانين ناظمة لهذا العمل لابد من أني أنضوي تحت هذه القوانين كجمعيات أو كمؤسسات خيرية بشكل عام أو ثقافة أي مؤسسة مجتمع مدني بغض النظر. الآن أسست هذه الجمعية وأخذت رقم، صارت الآن معها شهادة مسجلة لدى سجل الجمعيات تتبع وزارة معينة حسب الاختصاص. في فقرة في هذا الجانب مهمة جدا، لم يسجل لغاية الآن نظام متكامل يبنى يعني عليه تخصيص عمل الجمعيات، لا توصيف ولا اختصاص حقيقي. كل مسجلات مثلا من 5003 جمعيات عام 2016 كان عددهم، أغلقت عام 2016 في شهر أكتوبر 5003 جمعيات عن عددهم 5700. أين التقييد؟ لو في تقييد حقيقة ما بتنام من عام 2010 إلى الآن خلال 7 سنوات فقط من 1003 جمعيات إلى 5700 جمعية. يعني أنت بتشوف أنه ما في تقييد على الجمعيات. لا، ما في تقييد على التسجيل. لكن يعني هم اللي بينظروا من جانب واحد أحادية القطب، أنه أنا تسمح ليش بحرية حركة. طب في قوانين ناظمة لكل العمل التطوعي بشكل عام، إذا أنت ماشي معها، إذا كان عملك نظيف فوق الطاولة يلعب بالمكشوف، ليش تكون بالخفاء؟ ليش خايف من مين؟ مثلا أنا الآن أنشأت جمعية ما بدي حد يجي علي يشوف أوراقي، ولكن ليش أنا مثلا ما في عندي خلل؟ أما إذا كان مبني عملي على شفافية في زمن الشفافية بالأصل فيها، إذا في كان بالخلل خلينا نقول بمادة من مواد القانون على طول بنراجع كمؤسسات مجتمع مدني كلياتنا مع بعضنا البعض ضمن الاتحاد ضمن غير أي أطر نطلب الجهات المعنية ويجري تعديل القانون ما دام الدستور عندنا تعدل يعني لمصلحة الوطن والمواطن. تمام دكتور حسين. هل لا يعدل قانون الجمعية؟ نعم، يعني الأمور فيها تقييد من ناحية مثلا المتابعة والتقييم بالنسبة للجمعيات ومشاريعها. يعني هو مفهوم التقييد ومفهوم التنظيم مفهوم جدلي، ولكن فكرة وجود مجتمع مدني، فلسفة وجود المجتمع المدني إنه هاي جهات مؤسسات أفراد إلى آخره، بدناش نخش في التعريف اللي تطور عبر التطور البشري ومفهوم الدولة وفي العلوم السياسية، هي الجهات اللي تمتلك تعمل ما بين
النظام الأسري والعائلي عشان يكفي عندي 5700، هذول نصهم دواوين العائلات، وبالتالي هذول ليسوا مجتمع مدني. هم جمعيات، جمعية أهالي كذا، جمعية أهالي عوض، جمعية أهالي عبدو، جمعية، هذه ليست مجتمع مدني عشان نكون واضحين. هي جمعية. طيب. بغض النظر. وبالتالي لازم نكون احنا دقيقين، يعني الرقم ال 5700 منذ تأسيس الدولة الأردنية حتى الآن، أنا تقديري هذا حتى لو افترضنا كل أعضائه هي جمعية تنطبق عليها مفهوم المجتمع المدني، عدد ليس كبير على 10 ملايين مواطن في الأردن، 10 ملايين إنسان. هذا واحد بالمقارنة مع ما يحدث موضوع في العالم. المقر أستاذ أحمد، يعني هل يجوز جمعية من غير مقر؟ أوكي، هل القانون يسمح بذلك؟ وأنا تقدير القانون بيسمح بالشركات بدون مقر، بدوش يسمح بجمعيات، يعني أنا تقديري أنا مع بقول ليش. هلا ليش بدنا مجتمع مدني وليش بدنا جمعيات؟ لأنه فيش حكومة في الدنيا من سويسرا سويد للمكسيك للأردن لأندونيسيا تستطيع أن تقدم خدمات لكل المواطنين بنفس المستوى، ما في. وبالتالي لازم يكون في شركاء. مين هم الشركاء؟ المجتمع المدني. أكبر شريحة من المجتمع المدني هي الجمعيات اللي بنظمها قانون الجمعيات. وبالتالي لما نتحدث أنه القانون مقيد، نعم القانون يقيد تشكيل الجمعيات، لأنه القانون بيشترط موافقات مسبقة من الحكومة. رح نيجي لموضوع الموافقات، يمكن بالتالي هو مقيد. طيب هلا رح نحكي، انا اريد تنظيم. طيب احنا عشان نمشي محور استاذ احمد، انت مع عدم وجود مقر للجمعيات؟ لانه المنطق بيحكي هيك، هذا عمل جمعياتي، يعني عمل ممكن مجموعه من الناس، لانه عمل ميداني منتشر متوسع. ليش يروح يتاجروا مكتب ب 10000 دينار و 5000 دينار و 3000 دينار سنوي؟ هذا ممكن يقدموا فيه خدمات للفئه المستهدفه عندهم. القانون يعني الان المفهوم الحديث للعمل في غالبيه دول العالم، واحنا تبنيناه في الاردن حديثا، انه في بعض المؤسسات مسموح لها تشتغل من البيوت. تمام. دكتور حسين، انت مع انه يكون للجمعيه مقر او عدم وجود مقر؟ ضروره وجود المقر للجمعيه ياتي من طبيعه عملها. في جمعيات ربما ما تحتاج يكون لها مقر، صحيح، لكن في جمعيات ذات اختصاص انا كمواطن بدي اراجعهم، وين اراجعهم؟ اراجعهم في بيته. إذا راحت بنت على، يعني خلينا نقول محتاجة، بدها تروح على بيت شخص معين، هل تستطيع تأخذ حريتها في بيته؟ صحيح. هذا حكي خطأ، ما بصير. لذلك طبيعة عملها بحدد، طبيعة عمل الجمعية هي التي تحدد أين المقر وشكل المقر ومساحة المقر. أنا الآن أجاني مثلا تحويل من دولة مواد عيني، وين أحطهم في الشارع حتى يتلفن؟ بدي يكون عندي مقر مستودع وإلى آخره. موادي اللي أنا بدي أحفظها، وين أحفظها؟ أحطها بالسيارة؟ ما بصير. لازم يكون في مقر، والمقر أصلا يعني مع خلينا نقول تكنولوجيا المعلومات يجب ان يؤتمت ويكون نازل على الخريطه، بحيث انه سجل الجمعيات لما نقول جمعيه كذا تنزل خريطتها ومكانها وين هي محدد. نعم. وهذا المكان ثابت. ايضا على هذا المقر بالذات، من خلال الدراسه تبين لدي انه اكثر من 30% من الجمعيات بتفتح باسم قرى وبتروح مقرها على مقر قصبات المحافظه، ما بتفتح في مقرها الحقيقي ولا مكانها الحقيقي. اذا لمين بتقدم الخدمه انت؟ من انا بقول في قريه مثلا، لان اخذنا قريه تبنه في لواء الكورة غرب إربد، منطقة صعبة. أنت الآن بتسجل الجمعية على أساس تكون في الكورة، وبعد شوي تروح تفتحها في قصبة إربد. نعم. وين تخدم المواطنين؟ كيف تخدمهم أنت الآن؟ إذا الخدمة مقيدة للمكان. الآن نرجع للاختصاص مرة ثانية، يجب أن يكون الاختصاص محدد ومش يكون معوم، لأنه عندنا 3800 جمعية من 5000 كلهم تحت، يعني خلينا نقول بند معوم بشكل عام، ما في اختصاص لهم. في جمعيات بيشتغلوا كل شيء، شو ما اجاهم بمعنى اخر، شو ما بدك احنا عندنا شغل. نعم. هذا كلام مش صحيح. طيب هلا سريعا نحكي عن موضوع الاختصاص استاذ احمد، عشان نحكي عن موضوع المؤسسين، يعني وعدد المؤسسين حسب فيه حسب طبيعة الجمعيه، حسب اذا الجمعيه مختص. طبعا كل ما كانت الجمعيه او مؤسسه المجتمع المدني متخصصه، كل ما كانت فعاليتها اكبر. ولكن في جمعيات متعدده الاغراض، والقانون وخاصه الجمعيات الخيريه، قانون الجمعيات بيسمح بتعدد الأغراض. كيف يعني تعدد الأغراض؟ يعني بيقدم دعم للأيتام، بيقدم دعم لأشخاص ذوي الإعاقة، بيقوم بحملات نظافة، بيقوم بتزويد الأسر الفقيرة ببعض الطرود في مناسبات معينة، أو يعني في، لذلك سميت متعددة الأغراض. وبالتالي لا يستطيع القانون أنه يلغيها، وأنا بعتقد وجودها مفيد، لأنه في طبيعة بعض الجمعيات غير متخصصة وأسست بهدف أن يقوم بعض الأشخاص بالتطوع فيها من أجل تقديم خدمات متنوعة للأحياء والمناطق
اللي هم بيشتغلوا فيها. طيب أستاذ أحمد، هلأ في هناك خلاف على موضوع عدد المؤسسين. القانون الحالي يسمح لوجود 7 أشخاص فأكثر في تأسيس جمعية، ممكن تكون عائلية مش عائلية، المهم نتجمع نحن السبعة ونعمل جمعية. هلأ المقترحات اللي إجت على القانون عم بيحكوا فيها، هي إن كانت أولوية طبعا عند الدولة الأردنية، في إنه مع وجود زيادة في عدد المؤسسين يوصلوا ل 20-50 على الأقل، إنه أقلها 25 شخص حتى ما نفوت على التصنيف العائلي زي ما ذكرت بداية الحلقة. يعني قصة إنه قديش عدد المؤسسين، هاي قصة مرتبطة بالفرضيات اللي بتقوم في أذهان صناع التشريع. في فرضية من وجهة نظري هي خاطئة موجودة عند صناع التشريع في الأردن، إنه كثرة عدد الجمعيات مضر. وأنا تقديري إنه هذه فرضية خاطئة، لأنه لسه الأردن بحاجة لمزيد من الجمعيات ومزيد من منظمات المجتمع المدني. المشكلة تكمن والتخوف يكمن في أنه هل هذه الجمعيات فعالة أو غير فعالة؟ هذا موضوع مختلف. إذا كانت غير فعالة بدنا نحط لها برامج، وهذه مسؤولية الدولة، سواء كانت وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التنمية السياسية، الشؤون السياسية، وزارة البيئة، وزارة الثقافة، كل جمعية ما هي إلها حسب وين سجلت، بنحط برامج تطوير قدرات. وأكثر من المنح اللي بتيجي لتطوير القدرات على الأردن ما فيه، بس تذهب اتجاه تطوير القدرات. حتى لو كانت الهيئة العامة فيها جنسيات غير أردنية؟ طبعا القانون لا يمنع ذلك، يمنع أن يكون في الهيئات التأسيسية وفي الإدارات غير أردنيين، ولكن في العضويات يسمح. والأردن، لأنه الأردن إذا نظرت إلى خريطته يعني في 30% غير أردنيين، وهذولا بالتالي بدهم يكونوا فاعلين. وإذا أخذت الجمعيات ذات الطابع العائلي، في ناس مثلا من أبناء قطاع غزة موجودين في الجمعيات ويكونوا، وهكذا يعني. نعم. قصد يعني بيكون أنا أردني وابن عمي غير أردني، وبالتالي وهكذا. لذلك أنا بعتقد يعني في مجموعة من القضايا نأخذها مع بعض. بالنسبة لعدد المؤسسين، أنا تقديري وجود عدد المؤسسين 7 معقول، وإذا كان أقل بكون أفضل. ليش؟ لأنه ممكن يجي رجل أعمال كبير أو رجال أعمال أو متقاعد، أستاذ جامعي متقاعد أو خبير في موضوع معين، ويقول أنا جزء من أموالي، من ثروتي، من جهدي بدي أخصصها لقطاع معين، وأنا ما بدي الحكومة لا تدعمني ولا وزارة التخطيط ولا دول مانحة ولا منظمات دولية، وبدي أقدم خدمات لبلدي، لأهل. طيب. قريتي، لأقاربي. وصلت الفكرة أستاذ أحمد. فلتكن. نشوف فلتكن. عشان الأفكار نشوف وجهات النظر. دكتور حسين، رأيك؟ أشكرك. حقيقة يعني الجمعيات اللي بتحدث فيها الجمعيات العائلية كل عددهم في الأردن لا يتجاوز 180، لكن بالمقابل من غير الاختصاص اللي هي خلينا نقول متعددة الأغراض عددهم 3800. طيب. الآن الجهات اللي بنقدم لها الخدمات إحنا كجمعيات أو مؤسسات مجتمع مدني هي فئات مختلفة، مش كلهم واحد. طيب وين المشكلة؟ إنه كل جمعية حسب إنجازها، حسب أدائها، حسب شغلها، هم شطارتهم. الآن بصير اختلاط هون. بعض البيوت اللي أنا مثلا قابلت يعني في ناس أجا مثلا من 5 جمعيات وجاروا بالجهة الثانية بحاجة ما جاوش ولا من واحد. هم في يعني خلينا نقول اختلاط. قصدك معونات. بالضبط، المعونات. يعني الآن أنا لما بقدم في حي معين ومحدد أنا بس للمسنين، هذاك بيقدم للأطفال، هذاك بصير تكاملي العملية. هذا الأصل فيها أنها تكاملية وليست فردية. برضو كمان القانون سمح بإنشاء الجمعيات الفردية، موجود جمعية الرفادة مثلاً دكتور محمد نوح، بعد جمعية من ثغرات القانون عشان هيك أنا من ثغرات القانون إنه سمح، يعني خلنا نقول مثلاً بإنشاء جمعية من 7، هذه ثغرة من الثغرات وليست حسنة. أيضاً من الثغرات إنه يكون فيها يعني من خارج المواطنة بالإدارات. مستقبلاً لو هالإدارة شال واحد هالسجلات اللي وطلع فيها وسافر على مصر، هالمصري وين إحنا بنصفي كجمعية؟ انت مش مع وجود جنسيات غير اردنيه في الجمعيات؟ هذه اردنه الجمعيات، تجي تقول لنا هي مواطنه اصلا، نابعه من المواطنه، اما تتلقى دعم من كل الجهات. صح، هي ممكن من ذاتها، ممكن من الحكومه، من الصناديق، وممكن يكون الدعم خارجي بعد شوي، ممكن تنتقل للدعم. ست عبيده، يعني الموضوع اللي بتحدث فيه الدكتور يعني كثير مهم نحكي فيه، لانه مرتبط بجمله من المبادئ اللي يعني اتفق عليها عالميا. احنا ما بنشتغل هباء منثورا، كل شيء له معايير، المحاسبة لها معايير، والعمل الطوعي له معايير، وعمل الجمعيات له معايير، والعمل الطبي له معايير، والعمل الهندسي له معايير، والطيارة لما تطير من مكان لمكان له معايير، وهي ميزة لازم نلتزم بالمعايير. نعم. وإحنا جزء من هذا العالم. أهم مبدأ وأهم معيار للعمل في المجتمع المدني عدم التمييز.
زي ما احنا بدنا بلادنا اولادنا لما يسافروا برا يشتغلوا بالخليج، نعم، ويروحوا يهاجروا على اوروبا ويشتغلوا في اندونيسيا ويروحوا على كندا وكذا، بدنا يتم التعامل معهم باحترام ويتم اعطائهم حقوقهم في كافه المجالات. احنا بدنا نتعامل مع الاجانب اللي بيجونا على الاردن بنفس المعيار. ما بصير انا بدي ابني ياخذ حقه في بلد اجنبي او في دوله خليجيه وبديش اعطي ذات الحق اللي بطالب فيه لابنائي ومواطنيني للي بيجوا عندي على الاردن. هل جميع الدول العربيه والاجنبيه في هيئات عامه جنسياتهم غير جنسيات بلدهم؟ الدول المتقدمه، انا بهمني النموذج الامثل في العالم. العالم العربي ليس نموذجا مثاليا فيما يتعلق بعمل المجتمع المدني، وهذا مرتبط بمستوى الحوكمه ودرجه انتشار الترهل في النظم الموجوده في الدول العربيه. انا بطلع على الدول اللي سبقتني بالتقدم. نعم. اللي سبقتني بالتقدم لا تمييز بين الاجانب وغير الاجانب. قديش المجتمع المدني والجمعيات مشاركه في تقديم الخدمات العامه، مشاركه في صنع السياسات وتحليل السياسات والرقابه على السياسات. تمام استاذ احمد. قديش هاي الدول تقدمت؟ انا بروح على النماذج المتقدمه وليش النماذج المتقدمه الموجوده دوليا. بدي اسال دكتور حسين، الا تحصل الجنسيات الغير اردنيه اللي هي العربيه والاجنبيه على موافقات امنيه مثلا قبل ما تسجل؟ هي بالبداية يعني بنظام الجمعيات عندما يسجل المجموعة المؤسسين فقط يطلب منهم أن يجيبوا عدم محكومي، لكن بعد التأسيس ما يطلب، في نظام داخلي على ضوءه بتكون في لجنة من نفس الهيئة الإدارية اسمها لجنة العضوية، بتقبل أي عضو بدهم إياه، بزكوا اثنين ووقع عليهم مشي إن شاء الله كان سنسكريتي. نعم. بس بالأردن بالذات، أردن بلد العرب كلها، قلعة عربية مش للأردنيين لحالهم. احنا كم جهه الان بنقدم لهم اللاجئين في الاردن؟ 7 هجرات اجن على الاردن على مستوى خلينا نقول من نشاه المملكه الاردنيه ولغايه الان. كم بيقدم حجم اي بلد عربي بيقدم بحجم ما بيقدم الاردن قاعد؟ ميتنا وكهربتنا وارضنا واولادنا ومدارسنا كله مقدم. عشان هيك انا بقول ما بنحرم حد، بالعكس ما بنلاقي كلامي يعني. ما بنلاقي، انا بايد، بس ما بنلاقي بالمقابل بدوله عربيه اخرى. وانا اتحدى، انا لفيت ما في المعامله بالمثل مع الدول العربيه، ما في المعامله بالمثل ابدا. أنا حكيت إنه الدول العربية ليست، يعني هل يعقل مثلاً إنه دولة عربية يكون عندي أنا بالهيئة العامة جنسيته غير أردنية وبالمقابل لا يسمح لي أو لابني في هذيك الدولة يكون معاملي بالمثل؟ في بعض دول المغرب العربي بيسمحوا، وفي يعني مش كلها، سوريا والعراق سابقاً كانوا يسمحوا، نعم. وإحنا بنسمح، الأردن بيسمح، بس ما بيسمح إنه يكونوا مؤسسين، ما بيسمح يكونوا في الهيئات الإدارية. نعم. أنا تقديري مش يعني ليست هذه مشكلة المجتمع المدني والجمعيات في الأردن. هلأ ممكن تكون مشكلة بصراحة يعني أستاذ أحمد، إذا بدي أفكر فيها جنسية إيرانية أو جنسية إسرائيلية تكون بالهيئة العامة مثلاً. جنسية إسرائيلية، بدي أحط هذا الافتراض عشان نكون واضحين، جنسية إسرائيلية هي دولة احتلال، هذا موقف سياسي، هي دولة احتلال. نعم. وفي فرق بين واحد حامل جنسية إسرائيلية بكون ابن عمي وابن عمك ساكن ضل في حيفا ولا يافا والناصرة، وبين أنه يكون إسرائيلي من المستوطنين اللي أجوا احتلوا بلدنا. يعني هذه قصة مختلفة، على أساس ما نحط إحنا كل إشي في هذه الزاوية. أنا تقديري فلنذهب في نقاشنا باتجاه كيف ممكن الجمعيات تكون أكثر فاعلية. بدنا نعمل تعديلات في موضوع في السياسات، موضوع المبادرات استاذ احمد، موضوع المبادرات لما نحن عم نشوف انه لغايه الان موضوع الجمعيات، هناك جمعيات مشكوره وتثمن جهودها وعم تشتغل على مستوى المملكه على يعني مستويات ومعايير الفضله والمثلى ومطبقه لمعايير مؤسسات المجتمع المدني شكلا ومضمونا. بالمقابل في انا عندي جمعيات زي ما تفضلتوا، هناك في معاناه واي عائله بتسمي حالها جمعيه، هي مشكله للاسف الغالبيه هيك. طيب موضوع المبادرات ايضا كان من المقترح على القانون، انه هاي المبادره انه اي واحد عنده مبادره بروح بياخذ عليها مثلا فند معين ويلا بنشتغل عليها بكل سهوله من غير دراسه جدوى. هل ممكن ان يعني تاخذ حيزها التطبيقي بشكل فعال ونلاقي أثرها التنموي في مجتمعنا على مستوى المبادرات؟ شو رأيك؟ أول شيء المبادرات عادة ما بتأخذ لا تمويل ولا تأخذ شيء. المبادرات هي مجموعة من الأشخاص بروحوا بيعملوا نشاط لفترة زمنية محددة طالت أم قصرت وبيشتغلوا في هذا الإطار، لا يستطيعوا استلام فلس، بصير ينطبق عليهم القانون التمويل، لانه بدي يتحول له المصاري، يتحول على حساب مين؟ بس اسمح لي دكتور، لحظه دكتور حسين، هلا قصه اذا بتحول مال من جهه خارجيه لسين من الناس، هذا مخالف القانون اصلا، القضاء ببت فيه يعني ما فيش فيها، نعم، واحد زائد واحد يساوي اثنين.
لكن لما نتحدث عن مفهوم المجتمع المدني، المجتمع المدني بيتضمن المبادرات، بيتضمن الاشخاص، بيتضمن يعني الدكتور حتى لو لم كان يكن مؤسس احدى منظمات المجتمع المدني. نعم. كمركز دراسات، هو كاستاذ جامعي مهتم بهذا الموضوع وبالعمل العام، هذا جزء من المجتمع المدني. المهم ما يكون بيمثل عائلته وما بيمثل الحكومه. نعم. وما بينهما هذا مجتمع مدني، لازم يكون اوسع مما نتوقع، ولازم يكون عنده تسهيلات اكثر مما نتوقع. لانه استاذ احمد بس أكمل لك الفكرة الرئيسية، كلمة موضوع المبادرات، البلد ملان مبادرات، لأن القانون يسمح في الموافقة على تسجيل المبادرات ونحن التطوعية. وقفنا ضد تسجيل المبادرات وفرض عليها قيود. نعم. لأنه إحنا بنحب المبادرات، حققت أهداف كثير ممتازة، مبادرات لمكافحة التدخين، لمكافحة المخدرات، لتحسين شروط العمل، مبادرات حملات، هذا شيء إيجابي. أنا رأيي ما نتراجع بالقانون لتقييدهم. تمام أستاذ أحمد، عشان نحكي بكل المحاور والوقت عم بداهمنا، دكتور حسين رأيك سريعا إذا ممكن. المبادرات حقيقة في الأردن يعني ما بالضرورة تأخذ من جانب أجنبي من خارج، تمول من الداخل من الوزارات المعنية. طب وين المشكلة؟ كثير من المبادرات، اسمح لي، كثير من المبادرات الآن ينفق عليها أموال تزيد عن 100,000 وأنفق، ما دام تشتغل صح فلتنفق. الآن كيفية الإنفاق، هل هي ضمن أطر قانونية؟ هل في أوراق بتراجع فيها؟ أنا ممكن أجيب كشف وسجل أقول والله أنا مثلا أنفقت 10,000 دينار على إطعام 60 شخص، وينهم وين وين؟ هذه الإجراءات هي اللي من ضمن الدراسة اللي اشتغلت عليها دكتور حسين، صار في صرف 100,000 على هاي المبادرات، هل شفت قياس أثرها مثلا؟ ممكن تكون اشتغلت صح فلتستمر. بشكل عام لا يوجد أثر للمؤسسات، خلنا نقول بشكل عام مؤسسات المجتمع المدني في التنمية بزيادة ولو نسبة أكثر من 1 بالألف فقط. نعم. هذه يعني الدور التنموي دور ضعيف جدا. المبادرات هي عبارة عن أسلوب بيتخذوه الشباب، خلنا نقول لأنهم الآن مثلا طلبة جامعات وكذا، حتى يقدموا خدمة تطوعية، لكن تطورت العملية بحيث أنه يأخذ الآن عليها فند معين، وبالتالي ما في يعني حتى سجل الجمعيات سجل بطريقة يعني بهذه الطريقة، مبادرة من شباب سجلوا وأخذ عليها فلوس وسافروا كملوا دراستهم وتركوا كل الأمر ما كملوا. مثبت عندك بالدراسة؟ مثبت هذا الحكي. طيب خلينا نشوف مقابلة الجمعيات إذا عملت والله هذول شكرا لهم يعني. خلينا نشوف مقابلة مع الأستاذ محمد حماد مدير الجمعيات من وزارة التنمية الاجتماعية ونكمل حوارنا. الجمعيات من حيث المبدأ تقوم على أساس تطوعي غير ربحي، لكن هذا لا يمنع أنه في بعض القائمين على هذه الجمعيات أن يكون هنالك بعض الفائدة المادية لهم. عمل الخير لا شك أنه بحاجة إلى نوع من الرقابة وليس التقييد، بحاجة إلى أن نعرف الجهة التي مثلا تتلقى التبرعات وإلى من دفعتها، حتى لا يعتقد للحظة من اللحظات أن هذه المؤسسات تقوم على تكسب والتسول أو جمع المال لأسباب شخصية. التمويل الداخلي ليس له أي نوع من القيود، فبإمكان أي جهة في الأردن تمول أي جمعية دون أي موافقات. تمام؟ القيد الوحيد إذا كان التمويل من خارج الأردن أو من شخص غير أردني، سواء كان طبيعي أو شخص اعتباري، هذا مقيد في قانون الجمعيات بأنه موقوف على موافقة من مجلس الوزراء. وموضوع موافقة مجلس الوزراء ينظر إليها إنها تقييد، ولكن هذا المال يمثل عبئا سياسيا على الدولة. فلما أحد المانحين يقول إنه تبرع أو جهة مانحة تتبرع للأردن على سبيل المثال ب50 مليون، فعليا لا يصل 50 مليون إلى الخزينة، وإنما إلى مؤسسات أغلبها مؤسسات مجتمع مدني أو جمعيات داخل المملكة. ومن حق صاحب الولاية العامة أن يطلع على مصدر هذا التمويل وإلى من يتجه. فموضوع الموافقة على التمويل ولو أنه يعتقد أو يثار بأنه هو تقييد، ولكن من حقنا نتأكد من سلامة المصدر وسلامة التوجه. ومعدل الحصول على الموافقات هو معدل عالي جدا، يزيد عن 98% من طلبات التمويل تحصل على الموافقات. 12 وزارة مختصة في مجالات عمل الجمعيات، لكن أكثر وزارة انتشارا هي وزارة التنمية الاجتماعية، إذ تشرف على 72% من الجمعيات المسجلة في سجل الجمعيات، لأن عموم الجمعيات الخيرية
تقدم خدمات حماية ورعاية اجتماعية تتعلق بالفئات المستهدفة من فقراء وأيتام ومتعطلين عن العمل. فوزارة التنمية على سبيل المثال لديها 41 مديرية في الميدان، تتقسم هذه الجمعيات جغرافيا على مناطق اختصاص ل 41 مديرية. صلاحية تأسيس الجمعية هي لمجلس إدارة سجل الجمعيات، وهذا المجلس يتكون من ممثلين عن المؤسسات الحكومية، الوزارات المختصة، وكذلك ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني. هو صاحب الولاية العامة بالموافقة على تأسيس الجمعيات، وما أعطاه له القانون كذلك هو صاحب الولاية بالموافقة على حل الجمعيات. تسجيل الشركات غير الربحية أو تعدد أشكال تسجيل مؤسسات المجتمع المدني في الأردن ضيع هوية مؤسسات المجتمع المدني. فلا يمكن أن يخرج إنسان في لحظة ما ويقول أنا أمثل مؤسسات المجتمع المدني في الأردن أو في أي دولة إذا لم يكن لدينا جهة واحدة تصدر الموافقة على تسجيلها وتشريع واحد. وجود هذه المؤسسات التي نافست الجمعيات على مصادر التمويل ولديها خبرة من خلال أصحابها على كسب التمويل، للأسف هذا أفقد هذه الجمعيات التطوعية مصدر رئيسي لتمويلها وشوه العمل الخيري في نسبة كبيرة من القطاعات. تقدم الجمعيات خدمات لولا وجود الجمعيات لعجزت الحكومة بأركانها عن تقديمها. لدينا قطاعات لا يخدمها أحد إلا الجمعيات التطوعية. حاولنا التواصل مع وزارة التخطيط بكل الوسائل لكن لم نحصل على رد. طيب رجعنا لكم مشاهدينا وأبدأ مع أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، يعني تفضل أستاذ محمد عن جملة من الملاحظات حول آلية عمل الجمعيات، وحكى أنه يعني شغلة كتير مهمة أنه 98% من الجمعيات تحصل على الموافقات من رئاسة مجلس الوزراء. هل بتشوف أنه بالعكس أنه ليس تقييد وإنما تنظيم لآلية العمل؟ شو رأيك؟ خلينا نكون بس واضحين على المعايير اللي بنستخدمها. التجربة العالمية والممارسات الفضلة في العالم ومنظومة حقوق الإنسان وضعت جملة من المعايير سميت بالعربي اللي هي البيئة، عناصر البيئة الممكنة أو الداعمة لمنظمات المجتمع المدني. أولها يقوم على الاستقلال، أن تكون مستقلة عن الحكومة، وإلا شو قيمة وجود مجتمع مدني وجمعيات؟ نعم. فتيجي الحكومة بتشكل وحدة دوائر ووحدات في المحافظات وبيشتغلوا وخلص، ليش تشكلوا جمعيات؟ وبالتالي لازم تكون مستقلة في التأسيس. التأسيس يجب أن نوقف فكرة الموافقات المسبقة، وأنا هذا مش ابتكار أحمد. الموافقات على التمويل في مشكلة؟ الموافقات عن التمويل مشكلة كبرى فيه. وين المشكلة؟ وفي أحيانا ابتزاز لبعض المنظمات لأجل قبول. هي نفس كيف بصير الابتزاز؟ يعني مثلا هلا إذا أي جمعية أو أي منظمة مجتمع مدني تقدمت بطلب، قدمت طلب الحصول على أو توقيع، أنا ضد فكرة مصطلح التمويل نفسه، أنا ضد استخدامه أصلا. هذه شراكات، وشراكات داخل إطار القانون ومسموح فيها في كل دول العالم. نعم. ومسموح فيها في الأردن، ولكن القيود المفروضة إذا وجدت أي وزارة من الوزارات بأن هذا المشروع الذي تقوم فيه الجمعية الفلانية أو المنظمة الفلانية لا يتوافق مع رؤية وخطة الحكومة غالبا بوافقوش عليه. وال 38 جمعية اللي تم ذكر اللي رفضوا قبل شوي ونحكي عنهم من قبل صديقنا محمد هي تأتي في هذا الإطار. إنه هذه طب أنا لما يكون عندي مجتمع مدني غير مستقل، هو لازم يكون مستقل عشان يفكر بقيمة مضافة وطريقة معالجة مشكل الفقر أو أشخاص ذوي الإعاقة وغيره 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 برؤيته هو.
وليس طيب. برؤية الحكومة. إذن لازم تكون المؤسسات هاي مستقلة حتى تستطيع أن تعمل. والتمويل يجب أن لا يكون بموافقة مجلس الوزراء. لازم يكون هناك في إجراءات تضمن الحوكمة والشفافية والنزاهة والإفصاح عن المجتمع المدني. يجب أن ينظم نفسه والقانون يسمح له ينظم نفسه، والجمعيات التي تستلم تمويل يجب أن تفصح عن ذلك علنا، وينعرف يستخدم أساليب الحوكمة الرشيدة والشفافية. وصلت الفكرة كحوكمة وشفافية واستقلالية الجمعيات. رأيك دكتور حسين، هل في داعي للموافقات ما داموا عم بيشتغلوا بينجزوا في الميدان؟ أعطوني وقت شوية زيادة يعني. أنا تعرف الحلقة ضيلها 10 دقائق عشان موضوع المباراة. حتى بالذات يعني التمويل إما أن يكون فردي أو من صناديق اللي أوجدتها الحكومة للجمعيات. ميدانية. هو المشكلة ميدانية. أو التمويل الأجنبي. حجم التمويل الأجنبي في الأردن لعام 2016 بلغ 20,463,000 وكسر ونيل. ولا شيء. هذا لعام 2016 فقط. ولا شيء. يعني استأثرت فيه مثلا بأكثر يعني كم أخذت جمعيات؟ 7 جمعيات، منهن واحدة أخذت 11 مرة في عام واحد. طب إذا عم تنجز في الميدان وين المشكلة دكتور حسين؟ المليون. دكتور حسين أنا هل إحنا مشكلتنا أكثر من 20 مليون؟ أستاذ أحمد يعني إذا كانت المشكلة واحد فقط. أو 10 من الجمعيات وعم بينجزوا وعم بيشتغلوا صح، وين المشكلة؟ أنا ما حكيت على أساس المبدأ الصح وغير الصح. تنظيم هذا العمل بالذات أنت يعني مع طريقة الموافقات لم ينظم في القانون. حتى أطول مدة يعني أنا شفت مثلا بالدراسة أطول مدة أخذ قدم الجمعية اليوم من التاريخ، أطول مدة لقيتها 34 يوم حتى أخذت القرار. في جمعيتين فقط اللي رفضت لأنه مبادئهم الدولة. إحنا نرجع نحكي في زمن يعني عايشين وما ننسى حول النيران المشتعلة بدون مؤاخذة. نعم. البيادرة بتحترق قاعدة نتفرج. تمام. من بات آمنا في سربه معافا في بدنه ملك قوة يوم. بتشوف أنها في تسهيلات وفي تنظيم للأمور. بهمنا تنظيم الأمور لأنه كثير من الجمعيات اللي بتقدم خلينا نقول الأجنبية هذه رأس مالها مبهم. هون تقف رئاسة الوزراء، أنا تابعت مع رئاسة الوزراء ليش بتمنعوها؟ بقول لك إحنا بنشيك عليها دوليا، هاي الجمعية مصدرها من وين؟ هل هي أموال مغسولة ولا أموال كذا؟ إذا ما كانت واضحة ما طيب نقبلها. وصلت الفكرة من أستاذ أحمد والدكتور حسين، بس عشان نلحق نحكي في عدة أمور إذا نصف على كل محور نرد على بعض بدنا كمان ساعتين ثلاثة بعرف يعني. ممكن هلأ توضحها أستاذ أحمد، وبدي أحكي عن شغلة كتير مهمة نحن رصدناها بالأزرق وهلأ ياريت أنه نعرضها على الشاشة من خلال تصويرنا في جمعية أحد الجمعيات في الأزرق. مجموعة من الجهات المانحة لجمعية تأسست في 84، لكن بصراحة من خلال وجودنا الميدان هناك لا خدمات فيها نوعية ولا حتى حماية للأطفال، وهي الصور موجودة الآن تعرض أو على الشاشة الرشز اللي نحن أخذناها. شو رأيك بهذا الموضوع؟ هل نحن فعليا بحاجة إلى إعادة تنظيم، إعادة متابعة؟ وين المشكلة؟ طبعا أنا تقديري إحنا زي ما نص الحلقة راه على قضايا البيئة الداعمة والسياسات ذات العلاقة واختلفنا واتفقنا في بعض جوانبها. فعالية الجمعيات هذا هو الموضوع اللي لازم نحكي. هدول ماخذين على فكرة إذا بنرجع للشاشة ماخذين 2 مليون من كير واليو إن إتش سي آر. نعم هنا الشغل الستي، هنا الحوكمة، هنا حوكمة وفاعلية وكفاءة إنفاق الأموال. هلا هاي مشكلة مين؟ مشكلة ما هو في عندك مكتب لوزارة التنمية الاجتماعية هناك، ليش بتابعوش هذا الأمر؟ ليش ما حولوه من القضاء؟ إذا كان عندهم ممارسات، وإذا أنا إذا هاي الكاسة حقها دينار أنا سجلت بالفواتير اشتريتها بعشرة دنانير، ما هذا كافي؟ يعني أنا ما بتهم حدا بس أنا بتحدث هناك مئات الجمعيات فعاليتهم ضعيفة. هل القانون بيحدد على الجمعيات اللي تأخذ تمويل في بند بالقانون بيحدد إنه الجهة الرقابية موجودة في وزارة التنمية أو في وزارة الثقافة أو في غيره في جهة رقابية؟ طبعا في جهات لم يحدد رقابية. القانون هذا نص في جهات رقابيه بعدين المتضررين اقول انا عند انا عندي قناعه مطلقه ما في جهه بدي يشتكي. ما في جهه لا داخليه ولا خارجيه بتدفع قرش لاحدى الجمعيات. نعم. وما بتتابعها الا اذا كان ممارسات خارج نطاق القانون والقضاء مفصلها خلص النائب العام والمدعي العام بيشتغل على هذا الموضوع. ولكن انا زي ما بنشوف جمعيات ضعيفة أنا بعطيك نماذج للجمعيات أدائها يفوق أداء العديد من المؤسسات الحكومية. طيب موضوع تعليقك دكتور حسين، وفي عندنا كمان بالمناسبة مشاريع مثلا بتقعد لها أكمل مثلا شهر أو سنة وبعدين بنسكر هذا المشروع بنرجع نشتغل على مشروع تاني، وممكن تكون أكثر من جهة مانحة عم بيشتغلوا على نفس المشروع لنفس الجمعية. رأيك أطول مشروع سنتين وأقصر مشروع يوم واحد أنفق عليه 80,000 في يوم واحد.
طيب. يعني أين قدرة هذه الجمعية أو المؤسسة؟ ما بعرف دقة هاي المعلومات يعني. يعني أنا عضو في العديد من الجمعيات. هذا. وعندنا مشاريع. موجود. وعندنا مشاريع تمتد 3 سنوات. جمعية إنقاذ الطفل. الفكرة إذا عم تنجز. جمعية إنقاذ الطفل. عندنا مشاريع ل3 سنوات و4 نعم. سنوات مش كل المشاريع نحكي عن 2016 تحديدا 2016 تحديدا المبالغ اللي صرفت منها انا راجعتها كامله وجدت انه في مشاريع انفق عليها لمده سنه ونصف في مشاريع لمده يوم في مشاريع لمده اسبوع في مشاريع لمده اسبوعين لكن هل هذه القدره يعني. اين قدره الجمعيه او المؤسسه اللي انفقت 80,000 في يوم واحد في عده محافظات ودائما اختصاصا انا بدي احكي عن حاله معينه وكيس معين احنا ما بدنا بشكل عام ما بدنا هناك ضعف في اداء العديد من الجمعيات مين المفترض انه يتابع استاذ احمد جهتين هيئاتهم العامه اولا والجهات الرقابيه الرسميه المتعارف عليها في البلد في عندك انت سجل الجمعيات بعد تقارير دائما وبيجي تقارير والجمعيات اللي ما بتجيب تقارير يفترض ان تحاسب المفروض طيب انهم يحاسبوا دكتور حسين مين المفروض انه يتابع يراقب يشوف وين الانجاز وين التحدي وين الاخفاق خلينا بالعقل اولا الفلوس اللي دخلت من خارج البلد محسوبه على البلد سواء كانت مساعدات او كذا الان دخلت صرف مال عام يجب ان تسجل بالاصل مع انه القانون ما اورد هذا يجب أن تسجل في الأصل ضمن نطاق الجهات الرقابية المالية يعني خلينا نقول إحنا ما بيراقب عليهم من يمنع ذلك ما بيدخلهم هذا واحد اثنين الجهة المانحة هي لها شروط بدها تحقق شروطها من هذا الأمر ولا ما بيعطينا أصلا هو نعم. فهو بيراقب بتابع لكن طريقة متابعته بتختلف عن طريقة متابعة الجهة المعنية ذات الاختصاص تمام وصلت دكتور حسين وإحنا داهمنا الوقت للأسف عشان المباراة ما بعد البرنامج نحن بدنا نستكمل الموضوع لكن في حلقة لاحقة ممكن الأسبوع المقبل نحن عم نحكي أنه كل دولار كل جنيه استرليني كل دينار فايت للبلد هو محسوب على الأردن مع أنه مش الكل بفوت على الخزينة لكن بالمقابل نحن عم نحكي عن جمعيات هناك جمعيات فاعلة هناك جمعيات تؤدي دورها بشكل صحيح وهي متعاونة وتسد أصلا يعني الدور الحكومي مع الفئات المجتمع المحلي من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه أنا مضطرة أنهي الحلقة الآن وبدي أشكر الأستاذ أحمد عوض شكرا لك وبدي أشكر الدكتور حسين نجقيرات شكرا لك وشكرا لحضوركم معنا اليوم إلى هنا مشاهدينا نأتي إلى ختام حلقتنا مني عبيدة عبده ومن أسرة العمل من الأردن اليوم لكل الأردن في أمان الله.